ده لازم يحصل حاله من التغيير والدوله تساعدنا في ده. انا كنت سامعك يا دكتوره بتقولي ان انا ان من الحاجات اللي بتعلمنا المراه هو الاميه. وجهه نظرك كيف يتم القضاء على الاميه في مصر بشكل عام كرجاله او ستات؟ ان لازم في على فكره منظمات بعض منظمات مجتمع مدني وغيره بتشتغل كمان على فكره محو الاميه. لازم يكون مشروع قومي طبعا، لازم يكون هو كان معمول من سنين فكره محو الاميه واعلانات اللي احنا اتربينا عليها واحنا اطفال كانت محو الاميه، ده لازم يرجع تاني. لازم ان التلفزيون كمان، لان التلفزيون بيدخل في بيوتنا كلها، الاعلام ليه دور كبير جدا في كل حاجه، فالاعلام لازم ترجع تاني الاعلانات بتاعت محو الاميه، وان الناس تبقى حاسه انها عيبه انها يعني حد يبقى ما بيعرفش يقرا ويكتب، يعني لازم يبقى واصل للشخص ان هي تم. لا طبعا انا بقول ده كان في مقترح ان كل طالب جامعه ما يتخرجش الا لما يعلم 10 من الاميين في نفس الوظيفه بتاعه 30,000 معلم. هل يعني عايزين حلول مبتكره شويه، يعني ايه الحلول المبتكره اللي ممكن تكون في ذهنك نمحو بيها اميه الشائحه الكبيره اللي موجوده في مصر؟ والله احنا هننزل وهنشوف، انا لسه ما اقدرش ان انا اتكلم على كل حاجه ممكن تتعمل في المجلس، يعني انا كفرد يعني عشان حق الزملاء اللي موجودين في المجلس، يعني مش عايزه ان انا اجور على حق حد. هو بقوه و 30 يونيو كانت الـ يعني مش بس حقت الصد، لا ده كانت الـ يعني اللي غيرت فعلا وعملت حاله من التشويش للعالم الغربي اللي كان بيريد شر هذا الوطن. كانت مصر الحمد لله كان الرئيس السيسي بالخطوه اللي اخذها في 30/6 و3/7 كانت اكبر حصانه لمصر وللامه العربيه، لكن لا زالت المؤامرات بتحوم والمخاطر بتحوم بمصر وبالامه العربيه كلها. ويعني نتمنى ان شاء الله ان الفتره دي تعدي، بس ده مش هيحصل غير بتكاتفنا كلنا. هل تأيد ان السيده تتولى رئاسه الجمهوريه او رئاسه البرلمان؟ ليه لا طبعا. طبعا الست ما هيش اقل من الراجل في اي حاجه. هيبقى في المجمل ولا في مصر؟ لا في المجمل، في المجمل وفي مصر بشكل عام. هل ينفع تبقى في سيده رئيسه مصر؟ ليه لا؟ ما كان في عندنا رئيسه لمصر، مش كان عندنا الملكه حتشبسوت من الاف السنين؟ طبعا تقدر. واحنا يعني اما بنيجي نتكلم على الست المصريه ما نقولش الست اللي ماسكه اعلى حاجه دلوقتي وزيره، مش كده؟ لا طيب احنا عندنا من الاف السنين كان عندنا ملكه، وكان عندنا ملوك في عهد الفراعنه كتير، نفرتيتي وحتشبسوت يعني وغيرهم وغيرهم، وامهات ام احمس اللي كانت بتضحي بابنها وابنها مات، جوزها مات وبعدين ابنها الاولاني، وبعدين يعني نزل احمس عشان يهاجم الهكسوس وهزمهم، لكن كانت معرضه ان يعني اترملت وفقدت ابنها الكبير ونزلت ابنها. شوف قد ايه التضحيه اما الست بتكون عندها هي ايمان بالوطن. اتمنى ان اقدر احققها. ابرز ملامحها ابرز ملامحها يعني بص ما تحاولش تاخد مني كلام. لا يعني اوكي هديك هديك خطوط عريضه، لكن انا عندي بعض الافكار يعني احتراما للمجلس طبعا واعضائه بالكامل. لما نجتمع ان شاء الله في اول اجتماع، لان احنا يعني كان هي الجلسه الاجرائيه الاولى اللي كانت مع معالي دوله رئيس الوزراء، غير كده احنا لسه ما اجتمعناش، وبالتالي فكل شيء يعني نقدر نقول ان مجمد او معطل. لا لا حضرتك يعني ابرز الملامح. ارتباط المراه المصريه بالتعليم وبالثقافه، اعاده تاهيلها
الانتماء والولاء للوطن من خلال بعض المؤسسات. يعني انا عندي بعض التوجهات او عارفه ازاي ده ان شاء الله يعني هطرحه ازاي يعني باذن الله على المجلس. عمل بعض الحفلات والورش الثقافيه والندوات التي تتعلق بالمراه وزياده وعيها الثقافي. واعتقد ان ده شق مهم جدا احنا طبعا مفتقدينه كتير. Yeah.